اقرا الخبر النهارده بدايته من عند الفريق الاول لكره القدم بنادي الزمالك اللي بلا راحه وهيستأنف تدريباته النهارده الساعه 5 على ملعب عبد اللطيف في ابو رجيله استعدادا لمواجهه طلائع الجيش يوم الاحد اللي جاي. نادي الزمالك دايما كان بيتعود ان هو ياخد فتره راحه 48 ساعه او 24 ساعه بناء على تعليمات المدير الفني كارتيرون، ولكن كارتيرون المره دي فضل مواصله التدريبات وعدم الحصول على راحه بعد الفوز امبارح على ام بي بهدفين دون مقابل بالجوله الاولى لبطوله الدوري عن طريق طبعا احمد سيد زيزو من ركله الجزاء وعمر السعيد. كارتيرون كمان قرر اكتفاء اللاعبين اللي شاركوا امبارح بشكل اساسي في مباراه انبي بخوض تدريبات استشفائيه فقط وتاهيل على هامش المران المسائي النهارده الساعه 5 على ملعب النادي. القرار ده طبعا بيجي عشان اللعيبه ما يتعرضوش للاجهاد خصوصا بعد المجهود اللي بذلوه خلال ماتش امبارح، وعشان طبعا يتم تجهيزهم بافضل شكل للتدريبات الجماعيه بدايه من بكره يوم الخميس. طبعا على جانب اخر باقي المجموعه واللي هم البدلاء والمستبعدين بعدين هيشاركوا في المران كامل بشكل طبيعي. أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق هيشارك وهينتظم النهارده في التدريبات الجماعية إن شاء الله بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة في الدوري. اللاعب طبعا حصل على راحة من التدريبات خلال الأيام اللي فاتت بقرار من الجهاز الفني بقيادة كارترون، وده كان بسبب غيابه عن مباراة امبارح للإيقاف بسبب تراكم الإنذارات من الموسم اللي فات، لكن فتوح أصبح متاح للمشاركة في ماتش طلائع الجيش يوم الحد الجاي وعودة موفقة بإذن الله للاعبنا فتوح. مستر كارتيرون عمل جلسة خاصة امبارح مع اللاعبين داخل غرف خلع الملابس طبعا بعد المباراة والفوز على انبي بهدفين دون مقابل، وكانت الجلسة تحفيزية كمان كان فيها رسائل كتير. في البداية طبعا قدم التهنئة للاعبين على الفوز وعلى المجهود الكبير اللي بذلوه والحماس والإصرار اللي تميزوا بيه امبارح طوال الماتش، وخلال الجلسة كمان طلب من الجميع ان هم يقفلوا صفحة لقاء انبي تماما ويبدأوا يركزوا في ماتش طلائع الجيش القادم طبعا من اجل مواصله المشوار. اكد كمان انه اي مباراه لازم تعتبر مباراه كؤوس والفوز فيها هو الهدف الاساسي. حبه الكريز مصطفى فتحي لاعب الفريق اللي ظهر امبارح بشكل مميز جدا خلال مشاركته كبديل لامام عاشور في الشوط الثاني للقاء، أكد إنه سعيد بالفوز والأداء اللي قدمه خلال الفترة اللي شارك فيها في المباراة، كمان عودته مرة تانية للتواجد مع الزمالك بعد انتهاء إعارته مع سموحة، وأضاف مصطفى إنه لا يهمه المشاركة بشكل أساسي ولكن الأهم هو مساعدة الفريق للفوز، مؤكدا إن الفريق بيضم لاعبين مميزين جدا وعندهم هدف واحد وهو حصد لقب الدوري الموسم الثاني على التوالي. خلونا نختم بقى الأخبار الخاصة بفريقنا مع جندي عظيم داخل الجهاز الطبي للفريق وهو الكابتن محمد السيد أو المعروف بميشو أخصائي العلاج الطبيعي بالفريق، واللي بيحتفل النهاردة بعيد ميلاده، وطبعا قام اللعيبة والجهاز الفني والإداري والطبي كمان بتهنئته على عيد ميلاده، يعني بيعتبر كابتن ميشو من أقدم العاملين داخل فريق الزمالك، يعني بيشتغل تقريبا من 31 سنه داخل جدران القلعه البيضاء طبعا كاخصائي علاج طبيعي. كمان حصد العديد من البطولات المحليه والافريقيه مع الفريق طوال مسيرته مع الفريق من سنه 1991، واحنا هنا من نهارك ابيض بنقول له كل سنه وحضرتك طيب وبخير وان شاء الله تكون سنه سعيده عليك كلها بطولات جديده ليك مع ناديك الملكي اللي ياما خدمته واللي اكيد لسه هتفضل تخدمه. كل سنة وانت طيب يا كابتن ميشو، ويا رب كل سنة كده وانت مع نادي الزمالك.